نبدأ بأسعار الفوائد المرتفعة. فكما ذكرنا سابقا، أسعار الفوائد المرتفعة دفعت المستثمرين إلى تفضيل سندات الملاذ الآمن الذي يعتبر مقارنة بالاستثمار الجريء أقل خطورة. بالإجمال في عام 2022 كان 50% من المستثمرين في المنظومة المصرية مستثمرين دوليين، انخفض ذلك إلى 38% في النصف الأول من عام 2024، بالرغم من أن المشهد الاستثماري شهد ارتفاع ب7% بعدد المستثمرين. وبالتالي المستثمرين الدوليين يركزون على محافظهم المحلية، والقليل منهم يستثمر في المحافظ في الشركات الناشئة الدولية التي استثمروا فيها أولا. ثانيا، الأوضاع الاقتصادية الكلية في مصر، كما نعلم التضخم بلغ 35% في شهر فبراير سنويا، هو في شكل في شهر حزيران 27% سنويا، وبالتالي هي نسبة مرتفعة. وبالإضافة إلى ذلك، تراجع قيمة العملة التي تشهد الآن 48 جنيه للدولار الأمريكي، وهي الأعلى في تاريخ مصر، هذا من ناحية ثانية. وكما ذكرت سابقا، تراجع الصفقات الضخمة في النصف الأول من عام 2023، شهدنا 260 مليون لحالا في النصف الأول من عام 2024، لم نشهد أي صفقة ضخمة، وبصفقة ضخمة هي التي تفوق 100 مليون دولار. أما بالنسبة للصفقات في المراحل المتأخرة، استحوذت على 11% من عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023، ولم نشهد أي صفقات مرحلة متأخرة في النصف الأول من عام 2024، وذلك بالإضافة طبعا إلى العوامل الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. فرح، إلى جانب طبعا الفنتك أو التقنية المالية هي لا تزال تستحوذ ربما على حصة الأسد من الاستثمار الجريء، ولكن إلى جانب ذلك، ما هي القطاعات الأخرى التي تستقطب هذا النوع من الاستثمارات؟ بالفعل التقنية المالية هي ما زالت رائدة، فهي شهدت 7 من أكبر 10 صفقات شهدتها مصر بالنصف الأول لشركات مثل كونكت موني، سهل بكرة. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، شهدنا 500.12% ارتفاع في قيمة الاستثمار الجريء للتجارة الإلكترونية وبيع التجزئة، شهدنا ارتفاع ب 37% في قيمة الاستثمار الجريء للتوصيل والخدمات اللوجستية. أما شهدنا أيضا ارتفاع وتقدم للتقنية الصحية، والتي شهدت أكبر صفقة أخلقتها المنظومة المصرية في النصف الأول من عام 2024 لشركة يداوي الناشئة. هل برأيك مع التوجه لتخفيض أسعار الفائدة قد نشهد بعض الانتعاش في هذا النوع من الاستثمار الجريء في مصر؟ بالتأكيد هناك دور كبير لانخفاض أسعار الفوائد التي نسمع به من الآن حتى نهاية هذا العام، ولكن ما يشكل عامل مختلف في المنطقة هو الفترة التي نأخذها لإغلاق صفقتها. بالإجمال تأخذ بين 6 و9 شهور، فإذا أردنا أن نتوقع متى سيتم انتعاش المنظومة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإجمال، بين أول 2025 إلى النصف الأول من 2025 بالإجمال. فرح، أيضا يعني كيف يقارن أو تقارن البيئة الاستثمارية بالنسبة لرؤوس الأموال الجريئة في مصر مع دول أخرى في العالم العربي، لا سيما ربما الدول الخليجية؟ بالإجمال مصر competitive بالنسبة للأرقام التي نشهدها بالعالم العربي، فهي تحول ثالثة مقارنة بالمنظومة الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة والمنظومة الكبيرة في مصر. بالإجمال حلة ثالثة بالنسبة لعدد الصفقات، وحلة ثالثة بالنسبة لقيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول. عادة كانت تحول بين الثانية أو الثالثة في المراتب. شيء يفرق مصر عن ما رأيناه ويقربها إجمالا من البرفورمانس السعودية هو أن مصر رأت ارتفاع بقيمة 6% في قيمة الاستثمار غير الجريء سنويا، ومقارنة بالسعودية التي شهدت 62% أيضا في قيمة الاستثمار الجريء الغير ضخم. بالإجمال رأوا انخفاض بقيمة الاستثمار الجريء الضخم، أما بالنسبة للانخفاض الجريء غير الضخم، السعودية ومصر كانتا من الدول التي شهدت ارتفاع في قيمة الاستثمار الجريء الغير ضخم.